بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. مين فينا مش فاكر دعوة أمه ليه؟ ربنا ينجيك من ساعة الغفلة، أصل الدنيا حواليك هتشغلك وتحسسك إنك في حفلة، حفلة فيها وشوش كتير وقليل لما تلاقي اللي يدلك على الخير بالصدفة. هتلاقي الدنيا مبهرجة، هتبهرك وتجذبك في كل اتجاه وكل حتة، وكل لما تعلى وتكبر هتحس إنك ملكتها وتحكمت في الدفة. هي دي بقى الغفلة، الغفلة إنك كل نعمة فيها لازم تفكرك باللي اداهولك وتسجد له سجدة، سجدة شكر ورضا، وتحمده على اللي خدته واللي حرمك منه، وده في حكمة. أصل النعمة والابتلاء ده قدر واختبار لكل عبد اختار ربه، وإحنا في الدنيا جايين عشان نعبده ونرضى بقضائه وقدره. خليك دايما فاكر السر من وجودك، ويكفي مرة تنسى إن في حساب في الآخرة. الغفلة ومعناها وتفاصيل مهمة جدا عنها هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. لما نسمع كلمة الغفلة نقول ترجمتها النسيان، أو إن البني آدم في شيء ما خدش باله منه عدى عليه، ولكن الغفلة وغفلة الدنيا والانبهار بالحياة والدنيا ومشاكلها وأحوالها، هو ده المقصود بيه الغفلة، ولا غفلة الدنيا ليها معنى أكبر بكتير؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الغفلة أعمق من هذا بكثير. الغفلة قد تكون لغويا سهو يصيب الإنسان فينسيه شيئا بعد تذكره، غفلت عن شيء وأقصد به أني نسيت، مش هو دي المشكلة. المشكلة في إن الغفلة المقصودة والمنهية عنها هي متابعة النفس على ما تشتهيه. ده أحسن تعريف للغفلة، متابعة النفس على ما تشتهيه، ونسيان النفس لما يرضي ربها، ومتابعة النفس على لذائذ الدنيا، متابعة النفس على هواها. هو دي الغفلة، وهي دي اللي ربنا قال ولا تكن من الغافلين، هي دي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قوله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هي دي المشكلة. هم دول الناس اللي يمر على الآية و ما ينتبهش. أي الله ينور على ساعتك. آيات كثيرة قدام عينيه، رسائل كثيرة. لسه كنت هقول لحضرتك، وأحيانا تكون رسائل أحسنت من عند ربنا سبحانه وتعالى. مظبوط. ودروس حياتية كثيرة يا أستاذة لمياء. العاقل والمنتبه من أخذ من كل موقف درس ومن كل كلمة آية. اوعى تفتكر لما بتركب عربيتك وتفتح الراديو انه اول آية بتسمعها جاءت هكذا صدفة، سبحانك يا بل رب، بل هي رسالة. اوعى تفتكر وانت بتكلم حد فقال لك بعض الامور، اوعى تفتكرها انها صدفة، انها رسالة ودرس. اوعى تفتكر اي موقف تعرضت ليه انه جزافا وسدى، لا والله، انه درس عظيم. علم من علم وجهل من جهل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا والله أبدا. الغفلة أصعب بكثير من المعصية، والغافل أقرب إلى الشيطان من العاصي. إزاي؟ أقول لسعادتك، هضرب لك مثل مهم جدا. تفضل. وحضرتك تختار. بعيد عنا وعنك وعن أولادنا وعن المشاهدين جميعا، أمين يا رب. أيهما أصعب على الإنسان، المرض الذي له ألم ولا المرض الذي لا ألم له؟ اللي ليه ألم أصعب ولا لا اللي ملوش؟
ايوه اللي ملوش ألم، ايوه اللي له ألم زي ايه؟ اللي معروف سببه، اللي احنا قادرين نعالجه، ايوه لكن اللي احنا ما نعرفش انه موجود في جسمنا وهو بعيد موجود. عنا وعنك. خلي بال معليك، الألم من أعظم نعم الله. يعني الألم الذي يشعر به الإنسان ده جهاز إنذار، تنبيه. أيوة جهاز إنذار، احذر بطنك فيها مشكلة فيجري يعالجها خلصت، احذر أسنانك فيها مشكلة فيجري يعالجها، احذر عينك فيها كذا. فالألم نعمة، مش اللي يكتشف إن في شيء موجود بقى له فترة طويلة جدا بياكل في جسمه أو في عضو من أعضائه وهو في غفلة عنه. هي دي الكارثة. يبقى إذن الأصعب على جسم الإنسان وعلى الإنسان المرض الذي لا ألم له، لأنه قاتل صامت، والعياذ بالله. المرض اللي له ألم أسنانه وجعته فسرعان ما يعالجها، المرض الذي لا ألم له يا رب عافي كل مريض. أمين. زي بعيد عنا وعنك السرطان، أيوه صامت ولا ألم ولا شيء، فإذا اكتشف متأخرا ضاع الإنسان. فالمعصية مرض له ألم. ليه؟ هو مش بيصلي، عارف انه مش بيصلي ومتضايق انه مش بيصلي، وكل ما حد يكلمه يقول له ادعي لي ان ربنا يهديني، يبقى هو عارف انه على ايه؟ على خطأ، ومسيره يجي الوقت اللي يرجع عن هذا الخطأ، لانه من جواه مش عايزه او الله. مش حبه. حلو جدا، متألم، يبقى ده اسمه مرض له ألم. فالمعصية مرض له ألم، انما الغفلة مرض لا ألم له. هو غافل اصلا، هو مش منتبه، هو بيجري وراء متع الدنيا ولذاتها ومش شايف انه عاصي. زي اللي تقول له انت ما بتصليش ليه، او صلي يقول لك خليك في نفسك ومالكش دعوه. بالظبط، ده غافل. او ربما يصلي له اجر وثواب، لكن امتى اخر مره صليت بخشوع؟ امتى اخر مره عينك دمعت وانت بتصلي؟ امتى اخر مره الصلاه اثرت فيك وغيرت في سلوكك؟ بالظبط، حلو قوي. امتى قومتك؟ امتى اخر مره كده دعوت من قلبك؟ امتى اخر مره كده خشعت بالليل؟ امتى اخر مره قرات القران بتدبر؟ دي غفله، فانتبهوا، هي دي المشكله. فالغفله مرض رهيب قوي جدا جدا جدا. ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها، وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. يبقى القضيه فين؟ في الغفله، لانه غافل. وكأي من ايه يمرون عليها في السماوات والارض وهم عنها معرضون. غفل عن الرساله، غفل عن الامور، غفل عن رؤيه الحق. زي بالظبط انسان، قصه كده رمزيه مهمه قوي. اتفضل. واحد من نوع الكسول ومن ابواب الفقر الكسل، بعيد عنا وعنك. فزوجته عماله تقول له اطلع اشتغل، اطلع اشتغل بالعافيه طالع. فماشي في الطريق، ففي الطريق هيمر كده بحته فيها صحراء، فوجد غراب اعمى مكسور الجناح وعلى قيد الحياه. فقال ايه ده؟ غراب أعمى ومكسور الجناح وعايش، طب ازاي عايش؟ كيف يأكل؟ كيف يعني يطعم؟ عايش ازاي؟ عايش ازاي؟ قال لابد ان الموضوع ده فيه آية. فانتظر قليلا فإذا بغراب قوي جدا كبير. حصلت مفاجأة. طب هنقول المفاجأة ان شاء الله بعد الفصل. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا، معنا مره ثانيه. معنا النهارده فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. ناخد مدام ساميه. ازيك يا استاذه دايما؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبه قلبي، يا حته من قلبي كده والله العظيم. وربنا يديك الصحه والعافيه والعمر ويخلي لك اولادك زي ما انت قربتينا ربنا كمان وكمان وكمان، انت والشيخ رمضان. امين يا رب جمعا يا رب، والمشاهدين جميعا وحضرتك يا شيخ رمضان. يا رب يرضيك كده لما خلينا ما بنسيبش سجاده الصلاه والفجر حاضر وكامل الليل. الهي يكرمكم حياتكم وفضلكم واولادكم يا رب.
الحمد لله. انا كلمت حضرتك امبارح يا استاذه ليماء اهلا بموضوع ابني، بنت ما ردتش عليا، فعايزه اقول للشيخ رمضان يمكن يقول لي اعمل ايه معاه. وانا اعتذرت لحضرتك وانا بختم حقك عليا. اي حاجه، ما فيش المره واثنين وثلاثه، انا تحت امرك. على راسنا، انت على راسنا. الله يخليك يا حبيبتي، انا عندي 70 سنه الحمد لله. ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا رب. الله يخليك يا استاذه ليماء ويديكوا الصحه والعافيه، كل عام وانتم بخير. وحضرتك بالف خير يا رب. اتفضلي. ازيك يا استاذ رمضان، يا شيخ رمضان، يا حبيبنا، يا حبيب الكل، يا شيخ رمضان. يا رب يكبر خاطرك يا امي على راسي. ربنا يديك الصحه والعافيه وخليك يا رب. ربنا يسعد قلبك ويفرح قلبك ويقضي حاجتك ويكبر خاطرك انت وجميع المشاهدين والمشاهدات. اللهم امين. اللهم امين. امورينا. الامر لله يا حبيبي. انا دلوقتي معايا ابني عنده 43 سنه. ابن حضرتك اللي مش راضي يتجوز. اللي عايز يا شيخ رمضان، يعني عايز اقول لحضرتك ما شفتش ادب زي ادبه، ما شفتش احترام زي احترامه، ما شفتش اتجاهه ربنا وصلاته وصيامه واخلاقه، حاجه فوق الخيال، فوق الخيال. الهي يحمل شبابه. امين يا رب. الشغل ويعني محاسب كبير وعنده شقته على المفتاح ومش عايز يتجوز يا شيخ رمضان، وماسك فيا بطريقه غير معقوله. هو مش عايز يسيبها. مش عايز. واحد بيقولها سيبك لمين؟ اسيبك لمين يا امي؟ يعني انا كان مرتبط بواحده والخطوبه ما كملتش يعني. تمام يا امي، تمام كملي. مش عارفه بقى اعمل معاه ايه، يقول لي اسيبك لمين؟ قلت له سيبني لربنا، احل منك واحل من الدنيا كلها. وبعدين اساسا الولد ده هو يعني انا خايفه عليه لو جرالي حاجه يا شيخ رمضان، انا خايفه يجرالي حاجه واسيبه لمين؟ لادب واحترامه واخلاقه وصلاته ومحلين عليا، جايب لي كل حاجه اللي فيها. طب حضرتك افرحي بقى بتربيتك ليه وبنتيجه تعبك السنين اللي فاتت دي كلها. الحمد لله، الحمد لله، الحمد ولا لله. الصبارة ولا كوبايه الشاي السادة يا استاذه ليماء. الحمد لله. بس انا عايزه افرح بيه قبل ما اقابل رب كريم، انا عايزه الاقي حد يخدمه. طب ما يدور على عروس يا واول حاجه كده يقولها لها، أمي تاج على راسي ومعايا، ربنا هيرزقه ببنت حلال تقول له أمك أمي، ويبقى الموضوع اتحل. مش معنى أنه لازم يتجوز وأنه لازم يسيب حضرتك. ويسيبك ليه؟ اللي تقول له أمك لا، يقول لها شكرا جزيلا السلام عليكم، ولو جدع من غير السلام كمان دمي رقم واحد. فهماني حضرتك؟ قولي له دور على واحدة بنت حلال وبنت ناس وبنت اصول، ونبقى كلنا مع بعض. يبقى حضرتك ليكي مكانك في البيت، تاج على راس الكل، كنز عظيم موجود في البيت، وربنا يرزقه بالذريه الصالحه اللي تانسك وتبقى معاكي، الدنيا كلها تتغير. هو ليه رابط يدايا ده؟ ما في ما شاء الله بنات ولاد حلال كتير جدا. هي امبارح قالت حاجه من الاثنين. قالت انا مش عارفه هل هو لسه متعلق بخطيبته الاولانيه وبيحبها، وهو سبب رفضه بيقول لها يعني هما اللي اتجوزوا خدوا ايه، انا عايش معاكي، انا هسيبك لمين؟ ان هو في ارتباط بيها. طب واحنا نظام الحياه مش هتتوقف. انا قصدي لا، طب ونظام، انا اسف يعني من الكلمه، احنا بنتقمص ليه؟ طب ما لو فيه فرصه والبنت لسه ما اتجوزتش ولا اتخطبت، طب ما نحاول نرجع لها ونزيل ونذلل العقبات والمفاهيم الخاطئه. احنا ليه نلوي بوزنا وكل واحد يروح في حاله؟ طب ما لو فيه يعني خلافات واختلافات، فاحنا نظام الأمصة ولوي البوز السريع ده اللي ملوش لازمه ما ينفعش في الحياه دلوقتي. طول بالك كده واهدى، لو اختلفت معاك في حاجه فهمها لها، لو اختلف معاك في حاجه افهمي منه. بالزبط. فانا انصح رقم واحد بقول لامي ربنا يرضيكي ويكبر خاطرك ويبارك في ذريتك ويبارك في تربيتك الجميلة. انت بتقولي اخلاقه حلوة، ما هو تربيتك ربنا يرضيكي، ده دعاء ليها. رقم واحد بقى تطلب من ربنا ان ربنا يرزقه الزوجة الصالحة اللي تسعده دينا ودنيا. دي دعوة جميلة خالص. كل واحد كده انت نفسك بنتك تتجوز، يا رب ارزقها زوجا صالحا يسعدها دينا ودنيا. نفسك ابنك يتجوز، يا رب ارزقه زوجة صالحة تسعده دينا ودنيا. الامور كلها بيد الرحمن طبعا. وهناخد بالاسباب. يبقى رقم واحد الدعاء، رقم اتنين الصدقة، لانه عدم الجواز ده اشكالية، انا عايز احل الاشكالية بالصدقات. طيب رقم ثلاثة بقى نقطة مهمة جدا، تقول لابنها تقول له تعالى انت قاعد معايا ليه؟ تمام؟ هو انت قاعد معايا، هو فاهم خطأ،
هيقول لها انا قاعد معاكي عشان اخدمك واخد بالي منك واخد بالي منك، لا انا مش مستريحه، انت مزعلني. تصدمه شويه يعني، تقول له لا ما تقعدش معايا كده. ان اذا كان هو بيحب حضرتك وخايف عليكي وعلى زعلك وعايزك تبقي مبسوطه، فان انت سعادته انه يكون ليه بيته ومراته واولاده. هي دي سعادتك. هو لازم يفهم ده ويبدا يدور على بنت حلال وبنت ناس امه قبله، امه معاه، امي جزمتها على راسي. هيلاقي بنت حلال تقول له اه ان شاء الله، وتبقى بنتها، هو شايف شغله وهي مونساها، وربنا يرزقهم الذريه الصالحه. والله هيلاقي ان شاء الله، لو دور هيلاقي باذن الله. باذن الله. ام محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه منى؟ الحمد لله بخير. الحمد لله، كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك بالف خير يا رب، اتفضلي يا شيخ رمضان. اهلا وسهلا بسعادتك، ربنا يخليك. كنت عايزه اسال حضرتك، بابايا طالع على المعيش يعني بيجهز لي ورق المعيش وكده، هو عنده 60 سنه. هو كان شغال سواق، فدلوقتي بيستلف منا فلوس احنا بناته. فهو استلف مننا فلوس كتير بصراحه، فهو طالب منا اليوم دول، وانت عارفه الظروف وكده. طالب كام شهور بيجهز في الرخصه والمعاش وكده، بس لسه ما قبضش المعاش. ليكي اخوات كتير كل واخد منكم كل احنا ثلاث بنات واخوكم الراجل بيشتغل؟ لا بصراحه مش بيصرف على البيت خالص والله يا شيخ. طب متجوز اخوكي؟ متجوز؟ متجوز معاهم في البيت، متجوز. وما بيساعدش؟ لا والله مش بيساعد خالص. تمام. طيب انا قلت اسال الشيخ رمضان اعمل ايه ولا. حاضر حاضر، تابعينا يا ام محمد. هي يمكن حاسه انه لو هي ما ادتوش هل هيبقى في حرمانيه عليها ان هي ما ساعدتش، ان هو طلب منها وهي ما ادتلوش حاجه؟ شوفي بقى حضرتك، ربنا في القران يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ويقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنارهما وقل لهما قولا كريما. ما فيهاش مناقشة. مش معقولة يخلفوا ويربوا ويكبروا وجه عليهم الوقت اللي ممكن يحرم نفسه عشان خاطرهم، ويجي لما يحتاج ما نلاقيش. ما ينفعش. اجتماع برضو. بص حضرتك اسمعيني بالاخر. اجتماع عاجل لكله. ايوة كده، اجتماع للثلاث بنات والراجل. وبقوة. احنا هنسيب امنا وابونا كده؟ كل ان شاء الله. عارفه حضرتك نقطه على نقطه تعمل طبعا، رمله على رمله تعمل. ويتفقوا كده على اقل القليل كل شهر، بس ندي. نقف على قد ما نقدر. انا مش بقول لان هو فكره انه يطلب برضه من ولاده يعني الموضوع كبير. بيبقى صعب وفي كسره كبيره. انا مش هقول ان انا غلطان ان انا استنى ان الاب يطلب. بلاش دي، مش هنقول، رغم ان انا مش عجباني. انا هطلع اشيل تراب على راسي عشان ابويا ما يحتاجش، اشيل تراب على دماغي عشان امي ما تحتاجش. يا جماعه ده ابويا وامي، يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ فانا احرم نفسي عشان ادي لهم، طالما انه محتاج بجد يعني. طالما راجل معتدل وعلى قد ما بيقدر بيعمل، انا اسف، مش بياخد مني الفلوس بيشرب بيها خمره، مش بياخد مني الفلوس بيمشي بها شمال، مش بياخد مني الفلوس عشان يديها العيل نايم. بتفرق كتير في البيت. جدا هو واخد أيوة. الفلوس ليه؟ الله يسترك. فهو طالما محتاج، لا اجتماع عاجل، وما يبقاش عليها هي لوحدها. وجزاها الله خير انها بتسال، وبتسال وصوت حزين انها مش قادره. لا تقدري، وعلى قد ما تقدري. والفكره اللي قالها الشيخ رمضان كويسه جدا طبعا جداً. واجتماع قوي كلكم. طبعا كله اللي تقدر عليه اعمله. ولو زوجها رجل صالح تقول له، تقول له هستأذنك كذا كل شهر لحد ما ابويا يطلع معاش. وماله ده على راسنا عشان خاطرك طبعا، رب وادوني بنت ويعتبره ابوه طبعا. الله يبارك في عمرك. انما يتساب لا. وفي الاخر لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. صحيح صحيح. المفاجاه. مفاجأة ايه يا فندم؟ ما انت قلت لي قبل الفاصل قلت لي وكانت المفاجأة. حضرتك انا قلت نسيتي. لا انا مركزة معاك. الله يبارك في عمرك. فاكرة حضرتك بقول لك قصة رمزية لها معنى. لها رسالة حلوة قوي قوي. الرسالة ايه هي؟ الراجل مش عايز يشتغل، قاعد في البيت، فزوجته عمالة تقول له قوم اشتغل، يلا.
فطلع بالعافيه، فعارفه اللي بيتلكك يعني. فمعدي على منطقه صحراويه فلاقي غراب اعمى مكسور الجناح وعايش. فعايش ازاي ده؟ ايه سبب معيشته؟ فقال لازم في الامر درس. تقريبا هو كان احول فخد الدرس بالعكس. تمام. فجا واقف بعيد كده فلاقي غراب تاني قوي جدا قوي، وجايب اكل في مخلبه وجنازل جنب الغراب الاعمى مكسور الجناح وحط. سبحان من سخر هذا لها. سبحانك يا رب. ممكن تبقى نايم في بيتك وربنا سخر لك اللي يقضي لك حاجة. طبعا. ممكن تبقى في حالك وحد ربنا سخره يشيل عنك مشاكل، ولا دعالك دعوة بظهر الغيب، الله ينور عليك، الأبواب. ولا جبرت خاطر حد بكلمة ولا بابتسامة جميلة أيا كان. فلقي الغراب القوي جدا بيطعم الغراب مكسور الجناح. قال دي رسالة من ربنا. طب إيه الرسالة؟ قال الاكل هيجي لك وانت قاعد مكانك. بالظبط كده، عشان بقول لحضرتك احول. تمام. انا مسحوله. مش معليك يعني، ده اللي رزق الغراب الاعمى مكسور الجناح هيرزقني. اه فاروح اقعد مكاني بقى. تاني على زوجته وقاعد في البيت. يا ابني اطلع. ابدا يا حبيبي شوف شغلك. قاعد مستني. اللي رزق الغراب الاعمى مكسور الجناح. الناس جات له قرايبه، يا ابني اطلع اطلع يا ابني. ما هو في بعض الناس دلوقتي هو مش عايز يطلع يشتغل الا مدير. يا حبيبي اشتغل، اشتغل ما تجد حتى تجد ما تحب. هو ده. فجا رايح له عالم من العلماء، قال له انت ما بتشتغلش ليه؟ قال له ربنا وراني ايه. قال له ايه الايه؟ فجا حكي له، ساله سؤال مهم جدا. قال ولما رضيت ان تكون الاعمى مكسور الجناح؟ ليه ما تكونش انت القوي؟ ليه بصيت على القليل؟ ما تبص انت على الكبير؟ ليه ترضى انه حد يصرف عليك؟ ليه عينيك ما شافتش غير ده؟ بالظبط. العاجز. ايوه الله ينور عليك. ليه ما شفتش اللي قادر؟ قادر انه يطعم غيره، قادر انه يصرف على نفسه. هو ده الراجل اللي مش مستني. فما تبقاش غافل عن الدروس دي، دروس حياتيه مهمه جدا جدا. فالغفله اصعب شيء يتعرض له الانسان. داء عضال. طيب وفرقنا ما بين العاصي والغافل. أنه أصعب يا فندم؟ وأنه أقرب للشيطان؟ فاكر حضرتك العاصي الأقرب للشيطان ولا الغافل؟ الغافل أقرب، أقرب بكتير، لأنه ممكن يموت على هذه الغفلة، يموت مع للأسف الشديد ولم يخشع له قلب، يموت ولم تدمع له عين، يموت ولم يتدبر آية من القرآن الكريم. هو ميت وهو عايش. بعد عنا وعنك، يموت وعمال يجري ورا الدنيا من شيء إلى شيء. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني ألهاكم التكاثر من المال. آه اشتغل واغني نفسك وكفي نفسك بس بحدود واعتدال، واستمتع بنعمة ربنا عليك. أيوة. لكن استخدمها في الصحة. أيوة. عيش قبل أن تموت. إياك أن تنسى أن تعيش في وسط الجري وراء لقمة العيش. نقطة مهمة، في ناس كتيرة كده عمال من شيء إلى شيء ومن شيء إلى شيء، ومش واخد باله يستمتع بأولاده، ولا واخد باله يستمتع بحياته، ولا واخد باله يفرح نفسه. ما انا لما افرح نفسي افرح اللي حواليا. دي نقطه مهمه، انتبه لده كويس. وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. توازن، ان لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قمة التوازن. فانتبه من الغفلة فوق. ايه الحاجات اللي ممكن تخلي البني آدم في غفلة؟ حاجات كتيرة جدا. أولا الدنيا. تمام. الدنيا من أكبر الملهيات. رقم اتنين الجهل، من أكبر الملهيات. ما هو لو مش جاهل ما كانش خد الرسالة كده. رقم ثلاثة المعاصي. المعاصي عاملة زي ما يكون. نعم فندم. كتر المعاصي. أيوة بالظبط يا فندم، كثرة المعاصي. والبعد عن ذكر الله عز وجل، والبعد عن الصلوات، لأنه من المنبهات اللي بتخلي الإنسان ينتبه هو ذكر ربنا وطاعته، الحالة اللي هو فيها. آه أقول لحضرتك على حاجة. اتفضل. في كتاب اسمه اقتصاد الانتباه. اسمه ايه؟ اقتصاد الانتباه. هو كتاب مترجم. الكاتب بيقول ايه؟ بيقول ان كل عصر له مورد رئيس. كل عصر له مورد رئيس هو اللي بيبني فيه. فالنحت للعصر الحجري والعمل
والزراعه للعصر الزراعي، وقوه العمل للعصر الصناعي، تمام، والمعلومات لعصر ثوره المعلومات والتكنولوجيا. طب عصرنا ايه المورد الرئيسي؟ قال الانتباه، لانه كله موجود. يعني كان في عصر حجري، عصر زراعي، عصر اقطاعي، صحيح، عصر صناعي، كله متحقق. احنا دلوقتي موجود كله. ايه اللي من ينجح؟ المنتبه. من ينجح؟ اللي مش غافل. من ينجح؟ اللي مركز، لان الغفله طغت على الجميع. صحيح. غفله دينيه وغفله دنيويه. انا اسف، ده بعض الناس قد يكون، انا مش بقول انه ذنب، لكن فوق يمد ايده في جيبه يطلع الموبايل عايز يتصل بحد، على ما يطلع الموبايل من جيبه ينسى هو كان عايز يكلم مين. لا، واحيانا وهو بيكلمه ينسى. او الموبايل على ايده ويدور عليه. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم بعد الفاصل. انا اتكلت عليك في كل احوالي، في كل احوالي. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره تانية. معنا النهارده فضيله الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف. فقرتنا فقره جمعيه البر والتقوى المصريه. فضيله الشيخ، واحنا بنتكلم عن غفله او غفلات الدنيا اللي احنا بنعيش فيها، ومن الغفلات اللي بتبقى صعبه جدا ان احنا نغفل عن حق ربنا سبحانه وتعالى، وعن نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي اداها لنا، اللي المفروض ان احنا نشكره عليها، وانه فتح لنا ابواب كتير جدا للخير، وادانا علاج لكل شيء ممكن يكون موجود في حياتنا يتعبنا، سواء بقى كان ابتلاء، كان مرض، كانت مشاكل، كان اي حاجه احنا غير قادرين عليها، فلجوءنا لربنا هو الحل الوحيد. ولذلك تلاحظي حضرتك انه لما الانسان بعيد عنا وعنك يفاجئ بالموت، تمام، يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طب من الصالح، ناخد المشهد ده على مشهد تاني، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يبقى لما فاق من الغفلة بالموت وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. عارفة تحيد يعني إيه؟ حادة يعني ابتعد، كأن حد بينشن عليه بسهم، فالسهم يجي عليه يجي جاي يمين، السهم يجي جاي شمال، لحد ما يجي الوقت اللي هو لابد أن يلقى الله فيه السهم لازم يصيبه. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة، فكنت في غفلة ورب يرجعون وهنا أتصدق. يبقى من أعظم ما يريده الإنسان عند لحظة الموت أن يعود، لما فاق من الغفلة، أن يعود إلى الدنيا ليتصدق. لأنه أن يعود من إلى الدنيا ليتصدق لما رأى من عظم ثواب الصدقة عند الله عز وجل، سبحان الله، وعظيم أجرها عند الله تبارك وتعالى من أول يوم القيامة لحد الدخول إلى الجنة. أصل الصدقة ما بتسيبش الإنسان، الصدقة عند السؤال، الصدقة معاه. لأنه الحديث عند أصحاب السنن أنه لما بيأتي الملكان يسألوا الإنسان، من ضمن من يقف يدافع عن الميت الأعمال الصالحة ومنها الصدقة. طبعا، لأنه بيتصدق بيمينه وبيزكي بيمينه وبيجبر خاطر الناس وبينفع الناس وبيخدم الناس، فتقف الصدقة تدافع عنه. فين؟ في القبر. طب عند البعث، عند في يوم القيامة، تيجي الصدقة تظلله فوق دماغه عشان الحر ما يضايقوش، علشان ما يعرقش زي الناس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. يبقى إذن الصدقة ما بتسيبش الإنسان عند سكرات الموت، ما بتسيبش الإنسان بعد الموت في القبر، ما بتسيبش الإنسان يوم القيامة في المشاهد، ما بتسيبش الإنسان إلا لما تدخله الجنة وياخد أجر الصدقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنها رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لها معاني كتير جدا. المبالغة في الإخفاء،
تمام؟ يعني حتى ايده الشمال كانها مش شايفه ايده اليمين بتعمل ايه. يبقى ليه؟ لانه هو بيخفيها لله عز وجل، والابداء مش عيب. التجديد على المعنى انه تبقى الشيء بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، الله يبارك فيك، حاجه الخفيه اللي محدش يعرف حاجه عنها، وده افضل واحسن. لكن ان ظهرت الصدقه لا مانع، تمام؟ ولا سيما اذا كان نيتي لله. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وربنا مدح اللي بينفق في السر والعلانيه، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. بالليل يتناسب مع السر، والنهار يتناسب مع العلانيه، الاثنين فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونروح نشوف تقرير خاص بجمعيه البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. النفقة اللي بتنفقها في سبيل الله، اللي بتسعد بها واحد من خلق الله سبحانه وتعالى، تعود عليك بالنفع في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. النهاردة احنا في محافظة الإسماعيلية، وبالتحديد في مركز أبو صوير، في قرية من قرى أبو صوير. وعندنا زي ما انتم شايفين من خلف محطة تحلية المياه رقم 10 التابعة لجمعية البر والتقوى. وقلت قبل كده: ليس من رأى كمن سمع. تعال وشوف بعينيك، وشوف أسماء الناس اللي تبرعوا لهذه المحطة. الأسماء مكتوبة على محطة تحلية المياه الموجودة في هذه القرية. ربنا بيدعونا للنفقة: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. لكن الناس بيختلفوا عند الأمر بالنفقة، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. شارك في هذه المحطة وغيرها من المحطات لتحلية المياه، ليرويك الله جل وعلا يوم العطش الأكبر، ليرويك الله جل وعلا يوم الظمأ، وتشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يجري أجرهن للعبد وهو في قبره. مش الصدقة الجارية عمل بسيط فقط، ده النبي عد سبعة أشياء: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. محطات التحلية اللي احنا شايفينها وبنزورها ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو حفر بئرا. أسعد الناس من أسعد الناس. يمكن اللي بيساهم أو بيشارك في عمل الخير زي أني أدي حد أو أدي الجمعية مثلا توصل مبلغ معين أو مساعدة معينة للناس اللي تستحقها، ربنا سبحانه وتعالى بيشيل عنه حاجات كتير قوي، وبيحس بسعادة يمكن ما توازيهاش أي سعادة تانية في الدنيا. لكن البني آدم اللي بيساعد وبيروح بنفسه يشوف فرحة الناس اللي ممكن تكون محتاجة، واللي ممكن يكون مكسور خاطرها لشدة الاحتياج، الموضوع بيختلف تماما طبعا. ولذلك بيبقى له أجر أعظم بكتير لما بيسألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إلى الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. سيدنا النبي ما قالش أكثرهم صلاة ولا صياما ولا حجا، ده ركن لا نناقش ذلك. لكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أنه مظهر هذه العبادات وثمرة هذه الأركان يكمن في نفع الناس، يكمن في خدمة الناس، يكمن في جبر خاطر الناس،
شهادة أن لا إله إلا الله بتعلمك إنك تبقى رحيم بالناس قوي، بتعلمك ما تقولش كلمة غلط، بتعلمك ما تنظرش نظرة غلط. ليه؟ لأنه من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله، ما قالش أن تجعله أكثر صلاة، لا ده تحجزه عن المحارم إنه ما يأذيش حد. طب أنت بتصلي ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والاتنين مرتبطين بالناس. بتزكي ليه؟ عشان تطهرك وتزكيك. بتصوم ليه؟ لعلكم تتقون. بتحج ليه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فكأن الثمرة والغاية من العبادات ومن أركان الإسلام يظهر ذلك في سلوكي مع الناس. صحيح. رحمة وبرا ومساعدة وجبر خاطر وحبا للناس وخدمة للناس ونفع للناس. وما أجمل إن أنا ألاقي معينات ومساعدات ومؤيدات وشيء يدعمني، زي الجمعيات، جمعية البر والتقوى بتدعمك في ده، وتوصل للي انت مش قادر توصل له، وتقوم بدور همزة الوصل بينك وبين الفقير اللي انت ما تعرفش تروح له في آخر الدنيا في أقصى مكان. وفي ناس كتير قوي احنا ما كناش نعرف أي حاجة عنهم بالظبط ولا عن ظروفهم بالظبط. فهي بتعمل عملية إدارة وإعادة استثمار للصدقة. الشيء الجميل كمان إنها تجمع القليل على القليل يصير كتير ويعمل شيء عظيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. إنك تفرح حد، إنك تشوف جبر خاطر حد، إنك تطبطب على حد، تفرح بكلمة طيبة، تفرح بابتسامة طيبة، تفرح بتيسير على معسر، تفرح بتنفيس هم عن مهموم، تفرح بتفريج كرب عن مكروب، تفرح بكشف غم عن مغموم، تفرح بقضاء حاجة محتاج. واللي عند ربنا سبحانه وتعالى ما بيروحش طبعا أبداً. يعني ربما تعمل شيء فيه خير لحد وتساعد حد وتلف الأيام وتدور، وممكن الشخص ده يتوفى، وأنا بقول الكلام ده من قصة واقعية أنا حضرتها، الشخص ده ممكن يتوفى، فالعمل الخير اللي عمله في الدنيا يفضل ربنا سبحانه وتعالى شايله له لحد موقف معين يحصل لأولاده، فيبقى هو فك الكرب عليهم. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. تخيلوا كده أنه يبقى في حد مريض ومحتاج علاج وغير قادر، والألم شديد جدا عليه، ولكن ما باليد حيلة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك، وأنا بقول يرزقك لأنه رزق، ويختصك بأن أنت تساهم في علاجه، قد إيه ده كرم كبير جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى. يمكن لما جمعية البر والتقوى فكروا من أكتر من 10 سنين إن هم يعملوا مستشفى البر والتقوى للناس اللي ممكن تكون محتاجة. النهاردة صرح عظيم موجود على أرض الواقع إحنا بنشوفه، ويمكن بنتابعه لحظة بلحظة، وتطوراته بتوصل لفين بفضل الناس الكتير اللي ممكن تكون بتشارك وبتساهم وبتساعد في المستشفى. الجميل إنه برحمة ربنا متاح انك تروح وتشوف على ارض الواقع. رحنا وشفنا ده، وشفنا من وهي بتتبني، شفنا وهي بتتشطب، شفنا وهي بتتفرش، وبنتابع ده شيء بيتولد وبيكبر يوم بعد يوم، ونتابع ده علشان ما تلاقيش بعض الناس يبقى عايز يمنع الخير فيبدأ يشككك حتى في الامور التي لا شك فيها. فلا، احنا بنروح نشوف ده على ارض الواقع، وروح كمان انت شوف ده، وروح تابع صدقتك، وافرح بالميلاد الجميل لمستشفى تخدم الناس. قال الله عز وجل: وإذا مرضت فهو يشفين، حكاية عن سيدنا إبراهيم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، فتداووا يا عباد الله. وكشف الألم عن المتألم أولى من إطعام الجائع، كشف الألم عن المتألم أسبق من إزالة العطش عن العطشان. الجسم وهو متألم خلاص هو ولا بيحس بأي حاجة خالص، ما بيفرقلوش غير إنه الألم يروح منه. ودي القاعدة اللي عمل بها الفقهاء. الفقهاء يقولوا جملة مهمة جدا: درء المفاسد، يعني دفع المفاسد، مقدم على جلب المصالح. يعني إن أنا أدفع ألم المتألم أولى من إطعام الجائع، لأنه المفسدة تدفع الأول. فده اسمه حفظ سلبي، ثم بعد ذلك يأتي الحفظ الجلبي اللي هو جلب المنافع. ولذلك ربنا قدمها في الحديث القدسي: يا ابن آدم
مرضت فلم تعدني، قبل ما يقول له استطعمتك فلم تطعمني، قبل ما يقول له استسقيتك فلم تسقني، قبل ما يقول له استكسوتك فلم تكسني. يعني في أربعة عتابات إلهية، الأربع عتابات دول أولهم مرضت فلم تعودني. الله عز وجل لا يمرض أبدا أبدا، إنما الذي يمرض الإنسان. لكن من أجل أن يبين الله عز وجل عظم علاجك لمريض، عظم إنك تساهم في بناء مستشفى، ده ربنا بيقول لك في الحديث القدسي مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. ولذلك إنما الثلاثة التانيين لوجدت ذلك عندي، كأن ربنا دايما دايما في معية من يساهم في علاج مريض، في معية من يعود مريض، في معية من يسهم في بناء مستشفى. والمعية نوعان، معية الإحاطة والعلم، ومعية النصرة والتأييد. ربنا هيبقى معاك وهينصرك ويأيدك ويسترك ويشفيك من كل مرض انت وذريتك لما بتساهم في بناء مستشفى صحيح يعالج اسيادنا الفقراء. ربنا يتقبل من الكل. نورتني يا فضيله الشيخ، بشكر حضرتك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم اشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله. سلام عليكم.